المبعوث الأممي إلى اليمن على قناة السعيدة حصرياً ولأول مرة. وأنا ممتن جداً لكم ولقناة السعيدة على هذه الفرصة. هناك نعم بعض الاختلافات بين الدول الخمس الأعضاء الدائمين، هناك اختلاف نعم في وجهات النظر، لكن الكل يجمع على الرسالة الأساسية. تعلمت من اتفاق الحديدة درسا مهما جدا. قضايا جوهرية تتحدث عن مصير النزاع في اليمن. الإدارة الأمريكية تحت إدارة الرئيس بايدن تضع إنهاء النزاع في اليمن على أنه واحدة من أولوياتها. مسؤوليتي أنا ليس في تقديم المساعدات الإنسانية، ولكن من أجل الناحية السياسية وإنهاء الحرب. هم الذين لديهم السلطة، يستطيعون غدا أن ينهوا الحرب مباشرة، يستطيعون الآن أن يوقفوا النزاع. لقاء خاص تنفرد به قناة السعيدة، تشاهدونه يوم الاثنين في تمام الساعة 10 مساء ويعاد في الأوقات التالية.